إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، نربط بكم اتصال مجددا هنا من فاس. اش غادي نقول في هذه القضية اللي حيرت المغاربة، قضية النصب والاحتيال. بطبيعة الحال حسب يعني هادو كلهم ضحايا ديال شركة معروفة طبيعة الحال اللي تعرضوا كيقولوا حسب الأقوال ديالهم، حنا لا نتبنى يعني الروايات ولكنما كنقلوا صوت المواطن. أكيد هاد الناس كلهم كيقولوا بأن تنصب عليهم في أموال باهظة، في أموال طائلة، الآلاف ديال ضحايا يعني هاد الشركة هادي اللي حسب الأقوال ديالهم يعني مشات لنا ملايين ديالنا، ما عرفناش دابا راسنا من رجلينا شنو غنديروا. غنبقاو نشوفوا التصريحات ديالهم. أكيد متابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا واحد من الضحايا، كيف مجموعة ديال الضحايا اللي عندنا هنايا. يعني راه كاين على الأقل واحد هنا في فاس، على الأقل واحد 1500 ضحية عندنا هنا في فاس. 1500 ضحية في فاس. هي راه في المجموعة ديال الضحايا في المغرب راه كاين 30,000 ضحية. هي دخلت واحد الشركة وهماتنا، هي شركة وهمية، ولكن باش جات عندنا حنا كأفراد قالت لنا بالله ادخلوا معايا بواحد بورسونتاج، واحد النسبة مئوية، يعني دخل ب 1600 درهم ولا 4000 درهم ولا 10000 درهم ولا 27000 درهم على حسب الامكانيه ديالك. حنا دخلنا مثلا، انا دخلت ب 10000 درهم، اصدقاء ديالك اللي يدخلوا ب 4000 كي يدخلوا ب 27000 درهم. شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا وعود. هادشي ما كاين، كنقولوا لهم واش كاينه، كيقول لك جيبي لا كارت فوتوكوبي لا كارت ناسيونال، كتجيبوا فوتوكوبي لا كارت ناسيونال، كيصوبوا لك واحد الابليكاسيون، كيقول لك هاد الابليكاسيون غتقاد دير واحد جوج ديال العمليات ديال سميتها تفعيل والسحب في الصباح. حنا صافي دخلنا معاهم في هاد الشركه، بالله راه شركه، ولكن مع مرور الوقت بدينا كنكتشفوا بلي هاد الشركه راه وهميه. ملي بقى هاد الشركه هادي بدات كتعطي واحد الوعود كبيره للاشخاص، بالله يعني الا دخلتي معاها وجبتي بزاف ديال الناس، تاخذ عليهم واحد النسبه، وكلما دخلتي من المستوى كتخلص اكثر. بحال دابا ديال 10000 درهم كتخلص 250 درهم، ديال 27000 درهم كتخلص 1400 درهم. المهم كانوا بزاف ديال الضحايا، يعني غراونا بزاف ديال بالله. راه كاين واحد ربحوا من هاد الشركه هادي اموال طائله. حنا على نيتنا دخلنا حطينا فلوسنا ودخلنا مؤخرا، يعني دخلنا حتى شهر واحد، يعني خدمنا معاها شهر، يعني مازال ما رديناش حتى فلوسنا. كاين ناس دخلوا في الاوائل، هذوك الوكلاء اللي خداو فلوس ديال الشعب، يعني دخلوا ربح، كاين اللي ضرب 50 مليون، كاين اللي ضرب 60 مليون، كاين اللي ضرب 100 مليون، هذو الوكلاء اللوالا. اما الضحايا حنا شكون نقولوا حنا ضحايا؟ لحقاش حنا دخلنا حتى الاخر، دخلنا مع الناس التوالى. كاين الناس اللي مسكين عطا 10000 درهم وما خداش حتى درهم. يعني انا مشيت لي 10000 درهم. كاين الناس، كاين واحد السيده انا مشات لها 10000 درهم، راجلها 10000 درهم، ولدها صغير 4000 درهم. يعني كاين العائله هنا اللي ماشيه لها 40000 درهم، كاين العائله اللي ماشيه لها 25000 درهم. وشنو نقول لك، حنا الشركه هذه حنا ما ندخلوش معاها، حنا الحمد لله قاريين، ولكن غراتنا بالمال. بالله عندنا واحد المدخول يكون يوميا نبقاو نتخلصوا، قلنا الحمد لله جا واحد الدخل فوق الدخل، قلنا صافي نربحوا ولا استثمار. ما قلناش ما عرفناش بالله راه شركه وهميه وبالله منصه، اللي يكون في علمك هذه منصه. دخلت معنا بالله قالت لنا هذه الشركه هذه راه شركه،
شركه تدخلوا معنا وتكونوا عندكم واحد الدخل يومي كيبدا كاين اللي كيبدا ب 80 درهم وكيسالي حتى 2400 درهم. يعني الا دخلتي على حسب مستوى كبير تصور 2400 درهم في النهار. الناس طمعوها، الناس ما لا حول ولا قوه، الناس راه فقراء. انا ماشي انا كنهضر على النيابه على مجموعه ديال الاصدقاء ديالي مساكن راه ما جاوش على حسب الظروف ديال العمل ديالهم ما جاوش، ولكن انا كنوب عليهم وكنتمنى سميت نتمنوا من هاد بالله هاد الناس هادو اللي غروا بينا غروا بينا نتمنوا باش ياخذوا الجزاء ديالهم. يعني كاين شي وكلاء صغار وكاين وكلاء كبار هما اللي يشبعوا فلوس. كاين اللي دار الطوموبيل ودار الفيلا في ظرف ديال 7 شهور 8 شهور. نعم واخا خويا شكرا جزيلا. شكرا غنشوفوا ضحايا هذا ضحيه اخر اللي تعرضت هو نفس الاشكال. خويا العزيز تحياتي. السلام عليكم اخوان، كي داير لاباس؟ اخويا انا راني مازال غير جديد، يعني ما عارفش هاد الامور هذه المده تقريبا راه دابا يلاه تكون شي دخلت انا في شهر تالي ديال واحد، يعني مازال ما خسرت الفلوس وما شديت حتى شي حاجه. شحال خسرتي ديالها؟ ايوا راه فايته 2 مليون. كيفاش الطريقه اللي عطيتيها لهم؟ وعطيتها له على اساس يعني داخلين بشركه ديال الطاقات المتجدده، ان يعني شركه على ارض الواقع، غندخلوا بان غنستمصروا نستمروا هذا المال ديالنا، يعني نستمروا المال ديالنا في هذه الشركه هذه، وغتعطينا واحد الارباح ديالنا. يعني سولنا حتى من الناحيه الشرعيه بان ما فيها حتى شي حاجه، وقلنا ندخلوا نحركوا المسارين اللي عندنا شي بركه ديال المسارين نحركوها. بما الوكيل ديالنا اللي دخلني انا مازال ما عرفت حتى شي حاجه في هذا الشيء هذا، كنت عطيته المسائل دخل لي هذاك شي حاجه في التليفون فاش المهم انا مازال ما استغليت حتى شي حاجه دريال. درت ترقيه لراسي النوبه الاولى والترقيه للابن ديالي والام والمراه ديالي والاخت ديالي، يعني درت ترقيه لينا وما استفدنا حتى شي حاجه. فاش بغينا نستافدو تلقاو داك الشيء قال لك ان وهميه ما وهميه، والوكاله هما اللي تيتحملوا هذه المسؤوليه ديال هذا الشيء هذا. دابا باش كنطالبوا انتم؟ تنطالبوا اسيدي بالحق، تنطالبوا بالاسترجاع المال ديالنا. نعم تنطالبوا باسترجاع المال ديالنا. دابا خويا باغيين غير ترجعوا تنطالبوا ارجاع الرزق ديالنا. وإلا ما كانش رجع رزق ديالنا خصنا هاد الناس الناس اللي كانوا دايرين هاد العملية هادي ياخذوا الجزاء ديالهم. تنطالبوا من السلطات التدخل. شكرا خويا العزيز. شكرا على وجهك. تحياتي خويا، تحياتي لك، تبارك الله عليك. تحية، السلام عليكم خويا، مزيان بخير، أموركم هانية. واخا خويا كان نفس الإشكال. نعم سيدي، حتى حنا كاملين بحال كاملين هكا، نفس الإشكال، نفس العملية داروا لنا، نفس يعني هذه خطه دارسينها والوكلاء كانوا عارفين وما وهموش، يعني ما بينوش للناس شنو كاين. شحال داوك انت؟ شحال المبلغ؟ 120000 ريال. 120000. كيفاش شكون اللي دخلك؟ دخلتني انا يعني واحد الوكيله واحد السيده هي اللي دخلت. يعني وهاد السيده كتعرفها. شنو قالت لك؟ كيفاش الطريقه اللي قالت لك؟ هذه شركه مزيانه ويعني فيها مدخول، فيها كذا. ومن بعد ما كاين لا مدخول ولا طالع ولا هو دي، يعني هاد الناس ما شاء الله وصار. يعني الانسان باش يوهم خوه المسلم واحد الحاجه ديال الخطر راه صعيبه بصراحه. واخا شكرا اخويا. باش كطالب دابا؟ شو كطالب؟ اخويا كنطالب هاد الناس هادو يتعاقبوا على هاد الشيء اللي داروا صافي. يعني احنا رزقنا بشاه ما غيرجعش، ولكن هاد الناس هادو باش مره اخرى ما يوهموش عباد الله لهاد الاوهمه هذه، يعني يبينوا لهم ارباح ويديوا لهم رزقهم. شكرا اخويا. بارك الله فيك.